المرحلة الثانية لرفع الحجر الجزئي بدأت في الجزائر، وهي تشمل النقل داخل الولايات. فهذه المحطات ستستأنف نشاطها بعد تطبيق كافة الإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة، والتي تعتمد بالدرجة الأولى على التباعد. موازاة مع عودة حركة النقل، رفعت الحكومة الجزائرية الحجر عن 19 ولاية، فيما أبقت عليه في باقي الولايات مع تعديل توقيته، إجراءات تباينت ردود فعل الشارع حولها. احنا رانا متفائلين هكذا كي جاز شويه هذه المحنه تدريجيا، ما نقولوش جاز كامل بصح نتفائلوا. قال لك تفائلوا خير تجدوه، وشنو انسان ياخذ حذره؟ نشوف فيها حاجه ماشي مليحه، باسكو مازال الوباء هذايا راه زاد قوة. المرحلة الجديدة تتضمن عودة بعض الأنشطة التجارية والاقتصادية في الجزائر بعد توقف نحو 50% من عمال المؤسسات لقرابة 3 أشهر في إطار عطل استثنائية مدفوعة الأجر أقرتها الدولة بالمؤسسات العمومية والخاصة. غلقنا الله غالب علينا، يعني الانسان تاثر شويه في الغليق هذا، يعني قريب 3 شهور يعني تاثرنا شويه، سي نورمال. الاغلاق الناجم عن الجائحه اثر سلبا على نسبه النمو الاقتصادي، حيث تتوقع الحكومه هبوطه الى ما دون الصفر، كما ان استئناف النشاطات التجاريه ربما لا يكون له وقع كبير على الاقتصاد المتعثر بعد تراجع اسعار النفط. قانون المالية التكميلي اللي دخل حيز التنفيذ ابتداء من الأسبوع الماضي يتنبأ بنسبة نمو سلبية ب 2.9، بمعنى تراجع بحوالي 6% في نسبة النمو. رقم ستولد عنه نتائج، أكبر النتائج هي نسبة البطالة. ويرى مختصون أن يترافق رفع الحجر الصحي مع إجراءات صارمة، خاصة وأن الوضع الصحي بالبلاد غير مستقر. الإبقاء على الجرس الإنذار مطلوب، الإبقاء على الحملات الإعلامية التي تجعل من المواطنين لا يتسيبون ولا ينطلقون في مناشطهم كما أن الفيروس غير موجود، فالفيروس هنا بيننا. ويبقى البت في فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية الذي أجلته الحكومة إلى مطلع يوليو المقبل. نريمان قداش، الحرة، الجزائر.